ديانج ولا توري؟ انا توري، انا احب توري كولر كان عايز توري ووليد الكارتي، واحد من الاثنين. مثلا مين اللي ينفع معاه وليد، بالمناسبة وليد عن توري؟ مع كولر وليد، مع الطريقة دي وليد الكارتي. كمان يجب ان تكون بالظبط كده، على بكلمك على دماغه هو. توري ده انا بالنسبه لي انا بحب سته، يبقى انا لما دورت على سته جبت نور السيد لعيب كوره، يعني عشان يعرف انت كان معايا اكا نور واكا، تخيل. انت متخيل الاثنين؟ يعني بص ادخلوا بقى العبوا معاهم شوفوا هتعملوا ايه. ما فيش ثنائي دفاع برضو غريب جدا، يعني مرعي واسامه جلال اتنين اقوياء جدا. انا اسامه جلال ما اعرفش ايه الحكايه، يعني ما بيلعبش ليه مش عارف، ما اعرفش برضه حالته الفنيه ايه، ولكن انا بشوفه من اللعيبه المهمه جدا جدا جدا. ك ما اعرفش برضه ايه ظروفه. توريه ما بيلعبش، احمد فتحي، اسامه نبيه، كريم حافظ موجود، عندك لا عندك دكة، فرقه برضه، عندك دكة عندك كويسة. دكه محترمه جدا جدا بس طبعا. هل ده الشكل المنتظر من بيراميدز؟ هل هو ده الشكل اللي الناس كانت على السكواد اللي معمول وعلى الضجة اللي حصلت في بداية الموسم التعاقدية؟ بداية لسه شوية، ولكن هي لا مع الوقت هيستمروا. بس هي الفكرة كلها وانت ماشي التغيرات اللي بتحصل هتقدر تتعامل معاها ولا لا. يعني هتخسر ماتش هتعرف تلمه بسرعة وتقف اللي بعده، ولا هتخسر ماتش وتكر الوقت تفرق. دي؟ طبعا انت الانديه الجماهيريه انت بتوقف، يعني كون جمهور، يعني الزمالك لو خسر او تعادل الماتش اللي فات مشكلة كبيرة جدا قبل ما توقف الدوري، حلو، دي مشكلة كبيرة. الجمهور هيوقف اللعيبه. الاهلي لما بيخسر الجمهور بيوقف اللعيبه، بيعرف يوقف ويلا لم بسرعه. انما البيراميدز مين اللي هيوقف اللعيبه؟ الاداره. ايه عندك سلاح تقدر تضغط عليه باللعيب؟ مفيش. فاذا لو هي عايزه بقى، يبقى انا كلاعب بقى ده، يعني كلنا نتفق ان احنا لازم نعمل حاجه نجيب ثانيه. بطولة. بس انت وانت بتتفق لما تيجي تخسر، هي دي بقى النقله، يعني محتاج تعمل ايه الماتش اللي بعده عشان تجيبه. فده مهم جدا يبقى عندهم الشخصيه دي.